حمود دن تأديت مباراة نهائي تاع لي جونيور غارسون. نعم. عطينا انطباعات. عطينا انطباعات على المقابلة. اسم كيفين ودوني أمسي لمحة على فوتر كارير داربي. على يتي حال فيما يخص المقابلة تاع الحواس اللي درناها نهائية. يعني احنا في الأول كنا يعني بيان كونسونتري أون سيتوندي تكون يعني مباراة قمة. ولكن شفنا بك مجمع البترول الجزائري كان غران فيكا يعني ديفيرونس دو نيفو ولكن في دون انسومبل سيت اون بال رونكونت فوالا كونسيرنون ما كاري داربيتر ساشون كو جي ديبيتي لاربيتراج من 96 جي مون غراد فيدرال 96 لاني كنت على ماني باترنو غراد انترناسيونال زون 2004 Et j'ai participé à un tournoi international en Jordanie. Voilà, pratiquement là-bas. Pratique Sahara Mutel. Ah, Haddad Amar. يعني واش نقول لك واش نقول لك انا يا سي با اغوش اغوش يا اوفيسيال دو تابل دو مار عطينا انطباعاتك على نهائيات كاس الجزائر بالنسبه للنهائي كل 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 الاصناف كل الاصناف كانت يعني مستوى كان متوسط على العموم ما عدا بعض الفرق اللي كان مستوى اعلى من الفرق مثلا فريق الجمع البترولي في الاواسط وكذلك المجمع البترولي في المقابله النهائيه اللي اكابر ذكور ما عدا هذا كل المستويات كانت يعني متقاربه يعطيك الصحه انا عندي تاريخ نجوم امين بريخ نوحه وطاطا فيروز فوالا يعطيك الصحه